قالت أوباما في ذاك الوقت كان لها دور في أنها ما تصطدم مع مرسي أو إدارة إسلامية جات على هواء إدارة أوباما في ذاك الوقت؟ هما ما كانوا ضد مرسي في البداية أبداً، ما أعتقد أنهما كانوا ضد مرسي أو ضد أي حد. هما كنظام ديمقراطي جاب الانتخابات، كان عندهم ما عندهم مانع تحفظات، يعني صار اجتماعين أو اجتماع عندي هنا في الدوحة بين الأمريكان وبين المصريين في إدارة مرسي. إدارة مرسي لمحاولة تقريب العلاقة أكثر، بالذات في النواحي الاقتصادية، ولكن الأمريكان كانوا يريدون يستوضحون من الناس الجداد اللي جايين إيش تفكيرهم، كانوا يريدون يعرفونهم أكثر. مثل شنو؟ ولكن الاجتماع أنا بعد ما خلص انصدمت، لأنه كان المستوى من قبل الجماعة اللي جايين من مصر من عند مرسي يعني مستوى مساكين، يعني ما يقدرون يعني تخليهم على دكان أو شيء، بس مش على اقتصاد، يعني ما كان الكلام على نفس الفكر.